شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم يا أطفال، مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. هذه الحصة ماذا بنا نستقطبوا فيها كامل الأطفال ويجوا يحضروا معنا هنا. إلا حبيتوا تشاركوا في الحضور في هذه الحصة ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا وراح نكلمكم. شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وتقدروا تشاركوا بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال في بداية كل حصة كما موالفين راح نتكلموا على أيام عالمية ودولية مهمة في حياتنا. ما هوش بعيد علينا بزاف يوم عالمي مهم جدا، ولكن عندي سؤال قبل هذا الشيء. لما الإنسان يكون عنده حالة استعجالية، عنده حالة استعجالية يعني محتاج مساعدة، واش هو الرقم الأول اللي نكلموه؟ شكون نكلموه؟ واسمك وليدي؟ خليل. خليل، شكون اللي من نكلموه؟ رجل الإطفاء. رجل الإطفاء، شكون اللي يعرف تاني؟ يلا بنتي. واسمك بنتي؟ خديجة. خديجة، الله يبارك. لمن نعيطو خديجة كي يكون عندنا حالة استعجالية؟ حد الله. لمن؟ المدنية. المدنية، يعني الحماية المدنية حبيتي تقولي بنتي يا أخي. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. خديجة قالت لكم نعيطو للحماية المدنية، انتي تاني تعرفي. برافو برافو خديجة، برافو. تصفيقة تصفيقة على خديجة، حيوها حيوها، برافو برافو. واش بنتي؟ كي تكون عندك شي حاجة نعيطو الإسعاف. الإسعاف تاني، برافو 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 برافو. إذن هم رجال، لمن نعيطو وليدي؟ الشرطة. الشرطة هي حقيقة كي تكون حالة استعجالية غير أمنية نعيطو للحماية المدنية. لما تكون حالة استعجالية أمنية يعني خاصة بالأمن نعيطو للشركة ولا الدرك الوطني اللي نحيوهم كذلك، وعمو يزيد دار لهم أغاني تقديرية كذلك. إذن رجل الإطفاء ورجال الحماية المدنية بصفة عامة مهمين بزاف في حياتنا. يوم أول مارس هو اليوم العالمي للحماية المدنية، نتوقفوا باش نديروا لهم تقدير. يا أطفال شفتوا العمل تاعهم شحال شاق، خاصة في النيران، يروحوا يطفيوا النيران، يروحوا غير تعيط لهم يجوا يعني في بسرعة. عمو يزيد لهم مفاجأة راح نسمعوها من بعد. قبل هذا الشيء تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول رأسي أحمر ثم يصبح أصفر ثم يصبح أسود، من أنا يا ترى؟ أعيد اللغز، رأسي أحمر ثم أصفر وبعدها يصبح أسود، من أنا؟ إذا فكروا في اللغز لغاية نهاية الحصة. أنتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا عبر شاشة التلفزيون يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز عبر الإنترنت موقع عمويزيد.com بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة، مبروك عليك الهدية. جاكم سهل ولا صعيب شوية اللغز؟ سهل، نشوف فيكم بسكت وجاب لي ربي شويه صعيب، معليش. فكروا فكروا في اللغز لغايه نهايه الحصه، ورايحين دركا نكتشفوا شخصيه مهمه في الكفاح الجزائري مع نور الهدى. رايحين نكتشفوا اليوم نبدا تاريخيه عن حياه حساني عبد الكريم. اذا تفضلي نور الهدى، تفضلي تفضلي. تصفيقه 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 على نور الهدى، تفضلي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم عن حياة الشهيد عبد الكريم حساني. ولد الشهيد عبد الكريم حساني سنة 1939 بواد سوف. تعلم وحفظ ما تيسر من القرآن بمسجد القرية، ثم التحق بمدرستها سنة 1946 في أول عام افتتحت فيه.
رافق أخاه عبد الحفيظ إلى مدينة برج بوريريج سنة 1954 بحثاً عن العمل، ولتمتعه بشخصية جذابة انجذبت إليه أنظار فدائيين واتخذته صديقاً، فكلف بالقيام ببعض العمليات كنقل الرسائل والمعلومات وإخفاء الأسلحة، إلى أن انضم إلى المنظمة المدنية لجيش التحرير كفدائي أواخر سنة 1956. قام بتفجير إحدى الحانات، فكان ذلك سبباً في التحاقه بصفوف جيش التحرير. اختير الشهيد لينضم إلى فرقة الكوماندانس، وهي الفرقة التي اختيرت للمهام الصعبة والمستعجلة ونقل الرسائل المهمة والمستعجلة. وكان من بين الذين اختارهم القائد عزيل عبد القادر البريكي الذي كان تحت إمارة القائد عميروش مباشرة. قام الشهيد بعدة عمليات مما جعل العدو يكتف البحث عنه، وهذا ما عرض أخاه عبد الحفيظ للتنكيل والتعذيب الشديدين. في يوم 20 جانفي 1960، أثناء تواجده بمنزل مجاهد فارسي بوبكر، خرج متخفيا في وقت متأخر من الليل إلى أن الاستعمار تمكن من اكتشاف أمره وطلب منه الاستسلام، فرفض ذلك ودخل في اشتباك معه إلى أن تمكن عدوا منه وسقط شهيدا في سبيل الجزائر رحمه الله. شكرا 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 للهدى، شكرا. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. اليوم جانا فوج من مدينة مليانة، أنا حبيت نرحب بكم. شكون اللي جاوا مدينة مليانة يفدوا يديهم؟ برافو برافو برافو. إذن تحية لكل سكان مدينة مليانة. عجبكم الحال؟ نعم. إذن مرحبا بكم، مرحبا بكم، الباب مفتوحة لكل أطفال الجزائر وكامل. واش حبيت تقول لي ولدي؟ تعال. ها باش تقول لي من مليانة أنت تاني؟ الله يبارك الله يبارك ولدي. إذن مرحبا بكم مرحبا بكم. يا أطفال، تكلمنا مقبلة على رجل الإطفاء، حبيت ديروا معايا اليوم تقدير بهذه الأغنية هذه اللي يقول فيها ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار. يلا تغنوا كامل معايا. أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء.
يقوم بمجهود جبار، عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار، وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء، معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع فاسد شهم بطل، أنت يا رجل الإخطاء. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار، تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع فاسد شهم بطل، أنت يا رجل الإخطاء. إذن شجاع بطل شهم باسل أنت يا رجل الإطفاء. إذن تحية تقدير وإجلال لرجال الحماية المدنية، رجال الإطفاء، ربي يعاونهم ويقدرهم، وهذه تحية إجلال من كل أطفال الجزائر ومن عند عمو يزيد. تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. يلا نروحوا مع عمو محمد اللي جانا مدينة الأغواط. تفضل عمو محمد، تفضل. إذا استمع لعمو محمد اللي جانا مدينة الأغواط لألعاب الخفة. تفضل تفضل محمد، تفضل تفضل.
عجبتكم اللعبه كيف يا اطفال؟ واش رايكم دركا عمو يزيد يروح يحكي لكم حكايه جميله واسمها الزهره والعسل؟ يلا معي. إذن يا أطفال كما وعدتكم مقبلة رح نحكي لكم حكاية الزهرة والعسل. واحد النهار في واحد الغابة كانوا الحيوانات، وهاد الحيوانات متفاهمين ومتحبين، وكانوا النحل لما يروحوا للأزهار يأخذوا الرحيق ويديروا العسل، كانوا يجوا كامل الحيوانات يأخذوا العسل من عند النحل يعطوا لهم العسل، ولكن النحل كان يروحوا للأزهار باش ياخذوا الرحيق. في واحد اليوم جاوا الحيوانات ياخذوا العسل من النحل، ما صابوش العسل. قالوا للنحل وراه العسل؟ قالوا لهم ما عندناش العسل. قالوا لهم علاش ما عندكمش؟ النحل قالوا لهم ما عندناش العسل لاننا لما خرجنا باش نروحوا للازهار باش ناخذوا الرحيق ما صبناش الازهار، الازهار اختفت. هذوك الحيوانات تخلعوا هكذا وراحوا للغابه يشوفوا يتاكدوا. حقيقه سابوا الأزهار ما كاش، داروا لبعضهم هكذا كامل، كل واحد يقول لآخر الأزهار وين راحت، يقولهم ما على باليش ما على باليش ما على باليش، كامل ما على بالهمش. من بعد ملك الغابة قال لهم لازم نتخفاو نتخباو هكذا متخفيين ونشوفوا شكون يختفي الأزهار هذه. تخباو هكذا شافوا في نهار الأول جا الأرنب يمشي هكذا اختف زهرة، قال ايه نحي زهرة واحدة ما راحش تبان، كاين الازهار بزاف ما تبانش، وراح. ومن بعد ساعة من بعد شافوا جا حيوان اخر اختف زهرة ثاني بدا يمشي، ايه نحي زهرة واحدة برك ما تبانش كامل. هكذا بداوا الحيوانات، بدات الحيوانات تتتالى هكذا، كل واحد ينحي زهرة، وكل واحد عن باله هو برك لو ينحي هذيك الزهرة، ما على بالوش باللي كل واحد راهو ينحي الزهرة، ومن بعد كي ينحو كامل ما يبقاش الأزهار. فهمتوا يا أطفال؟ عمو يزيد عمو يزيد، نستخلصوا من الحكاية تاع اليوم أن الحفاظ على الثروة مهمة الجميع. برافو، تصفيقة تصفيقة على بوبي، تصفيقة 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 تصفيقة. على بالكم يا أطفال هذه الحكمة مهمة جدا. مثلا تكون تمشي في الطريق هكذا وعندك كارت في يدك ولا عندك حاجة حبيت ترميها، ما لازمش تفكر ايه تقول انا نرمي انا برك ما راح يدير والو هاد الكارت ولا هاد الحاجه، لا لا، انت ترمي لاخر يرمي لاخر يرمي وتتراكم الاوساخ. يا اخي لازم كل واحد يفكر باللي هذاك الشيء اللي راح يديره اي واحد قادر يديره. اذن الحفاظ على الثروه وعلى البيئه وعلى الطبيعه مهمه الجميع، وعلى المحيط برافو مهمه الجميع. يا اخي اطفال يلا عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ إذن عمو يزيد يتكل عليكم أنتم وأصدقائنا لما يشوفوا فينا، باش كل ما تديروا حاجة تفكر بلي ما راكش وحدك. لما تروح ترمي نفايات ولا عرف بلي ممكن أنه بزاف الناس اللي يرموا يتراكم علينا الأوساخ، وكامل الإنسان لازم يسبق في نفسه، كل واحد يحافظ على المحيط وعلى البيئة وعلى في ذاته، لازم كل واحد يحافظ على البيئة. يا أخي الحقنا الواحد الركن اللي نحبه بزاف هو ركن البريد، بريد عمو يزيد من الأطفال. يرسلوني عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات وأنا نقرأ رسائلهم هنا. بوبي شوف لنا في صندوق البريد إذا كان بعتونا رسائل أصدقائنا الأطفال كاين. جميل 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 جميل، نحب نقرأ رسائل الأطفال. تصفيقة تصفيقة على بوبي، شكرا شكرا بوبي، شكرا شكرا. الرسالة الأولى مقران سهيلة 12 سنة من مدينة السانية ولاية وهران، حصة جميلة وأحبها. شكرا شكرا يا سهيلة الله يخليك. الرسالة الموالية حسامنية زبيدة 12 سنة من مدينة البليدة مدينة الورود، قلت لكم مرحبا حلمي أن أشارك معكم. يا زبيدة حسامنية حلمنا أنك تجي لعندنا، ما عليك إلا تسجلي عبر موقع الانترنت وسوف نتصل بك حتما، رسالتك جميلة وظريفة. الرسالة الموالية لونيسي زكريا 9 سنوات مدينة تكوت ولاية بتنا، تحياتنا لكل سكان ولاية بتنا.
زكريا لونيسي قال لكم حصتكم جميلة أريد أن أشارك فيها أثناء العطلة. مالك إلا ترسلنا يا زكريا لونيسي باش تحضر معنا وإن شاء الله نحاولوا باش نصوروا معك أثناء العطلة. الرسالة الموالية: باحو ماريا 10 سنوات من الجزائر العاصمة، قالت لكم سوبر إيميسيون نحبكم، حصة رائعة ونحبكم. إذا ماريا أنت أروع 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 ورسالتك جميلة وماذا بينا تشرفينا بالحضور. قنديل شاهيناز، قنديل شاهيناز سجود، اسمها طويل شوية، قنديل شاهيناز سجود 9 سنوات من مدينة مهدية ولاية تيارت. تحية لكل سكان ولاية تيارت وسكان مدينة مهدية. مرحبا أنا سجود، حبيت نجي بالصح بعيد، نحبكم. أوه سجود، شاهيناز سجود يا بنتي اللي بعيد قريب من القلب، احنا نحبوك نحبوك، شغل راكي معنا وإن شاء الله تقدري تزورينا، ولا ما قدرتيش تجي عمو يزيد لما يجي لمدينة تيارت يصيبك في الحفل، لأنه وعدت سكان مدينة تيارت أن ينزورهم في حفل عمو يزيد وراح نجيكم إن شاء الله. عمو يزيد راح يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ شكون؟ تعال 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 اقعد اقعد معي اقعد معي. واسمك وليدي؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن وين تسكن عبد الرحمن؟ الواد. واد سوف؟ الله يبارك الله يبارك. كي تروح تسلم عليهم كامل تقول لهم عمو يزيد يسلم عليكم. ايه الله يبارك. راكم في عطلة هنا ولا جيت زيارة ولا؟ زيارة. زيارة زيارة وجيت قلت نزور عمو يزيد. الله يبارك. إذن سلامي لكم من الناس الواد يا أخي. هاي تفضل وليدي تفضل. عندك نكتة جميلة؟ ما عندكش؟ معليش وليدي المرة الجاية معليش، احنا المهم سلمنا على الناس الواد. تعال 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 اقعد وليدي. واسمك؟ أحمد ياسين. اقعد اقعد وليدي. أحمد ياسين عبد السلام. أحمد ياسين عبد السلام الله يبارك. شحال في عمرك؟ 9 سنوات. الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك. كان هناك يوم إذا أتى رجل لعلم الفيزياء لأولاد بغداد. إيه؟ كان هذا معلما يعرف الفيزياء وثقافيا، وكان معلما مشهورا. إيه؟ يحبونه كل الناس. إيه؟ تزوج هذا المعلم وعندما أنجب طفلا. إيه؟ كان هذا المعلم يعلم الفيزياء والكيمياء. إيه؟ كيف سماه ولده؟ وأكسيد الكربون من الفيزياء والكيمياء. إيه؟ إذن سمى هذا الطفل سامي أكسيد الكربون. برافو برافو برافو. تعال تعال ولدي تعال. تعال وش عندك في يدك؟ تعال ولدي أروح 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 ولدي. وش هو هذا؟ واسمك ولدي؟ أسنى تشوف دوروا الكاميرا دوروا الكاميرا ولا شدوا الكادو هذا. واسمك ولدي؟ تيم طوشين إسحاق. وانت؟ تيم طوشين فيرو. خوك هذا؟ ها يقرب لي. ها يقرب لك. وانت؟ أفقير عبد المجيد. الله يبارك الله يبارك. من جيتوا ولدي؟ من بلدية مريانة. شكون اللي جابكم؟ واش من جمعية؟ اتحاد الرياضي مليانة. اتحاد الرياضي لمدينة مليانة الله يبارك. تحياتنا الناس مليانة. وهذه واش هذه؟ واش هي هذه؟ هدية. لمن؟ لعمو يزيد. هذه لعمو يزيد الله يبارك. نشوفوها أسنى وشو نفتحوها أسنى. أنا نحب الهدايا. جبتوا لي هدايا تاني؟ لا هي معلش. عمو يزيد يحب الهدايا الجميلة الجميلة الجميلة. إذن هيا نفتحوها. زيد فتحت مولدي فوالا. يلا هكذا. أوه جميلة جميلة. عبالكم عمو يزيد زار مدينة مليانة في أكثر من مناسبة، ومدينة مليانة جميلة جميلة جدا أنا نحبها. هيلة هيلة هيلة.
راح نحتفظوا بهذه الهديه الجميله الجميله هذه تبقى معنا هنايا. وشكرا شكرا 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 شكرا. نديروها لهنا بوبي باش تقعد تبان. فوالا بوبي حبينا هذا الكارت هذا من فضلك. شكرا شكرا. والله يعجز اللسان عن التعبير. يعطيكم الصحه يا ابنائي يعطيكم الصحه. شكرا 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 على هذه الهديه الجميله يعطيكم الصحه. واش حبيتي تقولي لي بنتي خديجه؟ اسمع نهضر معاها. واش فيها؟ واش حبيتي تقولي لي بنتي؟ قولي لي. نعرف. ها؟ نعرف. واش تعرفي بنتي؟ عرفتي اللغز؟ ايه. ها تعرفي تغني؟ ها طيبة. غني لنا بنتي. يا طيبة نوى ونناني يا خالو ونها ونناني يا خالو ما هوا ناني يا طيبة نوى هوا ناني يا خالو نوى هوا ناني. برافو برافو بنتي برافو. تصفيق عليها تصفيق تصفيق تصفيق. برافو 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 بنتي برافو برافو برافو. الحقنا دركا للجواب عن اللغز. عرفتوا الجواب؟ اللغز قال رأسي أحمر ثم يصبح أصفر ثم يصبح أسود، من أنا يا ترى؟ شكون يعرف؟ تعالي بنتي أروحي أروحي بنتي. واسمك بنتي؟ خديجة. خديجة الله يبارك. وش هو الجواب؟ تيتا. لا لا ماشي تيتا. تعال تعال ذكرهم باسمك. قول لهم اسمك الطويل هذاك. احمد ياسين عبد السلام. قلت لكم اسمه طويل. الله يبارك. وش هو الجواب؟ الجواب هو فرشات. لا لا ماشي الفرشات. تعال تعال وليدي. واسمك وليدي؟ رحمه محمد فؤاد. الله يبارك. شحال في عمرك؟ 12. جيت 12 يوم؟ 12 سنة. 12 سنة. عمري 12 شهر. وش هو الجواب؟ النار. ماشي النار، قريب ماكش بعيد. تعال تعال تعال. واسمك وليدي؟ حفصاوي محمد عبد الاله. واش هو الجواب؟ عود الكبريت. عود الكبريت. فوالا عود الكبريت. اعطيه الهديه تاعو اعطيه الهديه تاعو بوبي اعطيه الهديه تاعو. عود الكبريت يكون احمر بعد كي نشعلوه يرجع كالجمر اصفر. نعم. ومن بعد يرجع اسود كي يطفى رماد يا اخي. فوالا اذا عمو يزيد يهديك هذا الشوب هذا الكاس هذا تشرب فيه الحليب والماء يفيدك ان شاء الله. وكذلك عمو يزيد يهديك هذا السيديهات الثلاثه. كل سيدي فيه 22 اغنيه فيهم اغاني الاطفال من حق الطفوله معلمي ومبروك عليكم النجاح ان شاء الله تستفاد بهم وليدي. تفضل تفضل تفضل. الان عندنا عيد ميلاد يمينة 8 سنوات. تعالي بنتي اروحي اروحي بنتي لعند عمو يزيد. تعالي اذا عمو يزيد وانتو واصدقائي راح نغنوا لها عيد ميلادك احلى عيد. واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعها باش نفرحوا معها. يلا التحقوا بيا نغنوا لها. عيد ميلادك احلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي تجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي دنيا تسنى وتعيش أيامها أفراح. نعيشوا أحلى الأوقات نزهى نمرح غني نفرح
ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو. إذن 8 7 6 5 4 3 2 1. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. إذن أعطيني الشهادة تاع الشطرة هذه. إذن بنتي عمو يزيد يهديك شهادة تقديرية لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم كذلك يا أطفال كل واحد فيكم اليوم يأخذ معه شهادة هكذا باش يعتني بها ويحتفظ بها كذكرى في هذا الظرف الجميل هذا. تفضلي بنتي. وبما أنك رسلتينا بخمس قسيمات من علب حليب رامي جبناك باش تحتفلي بعيد ميلادك معنا، وراعي البرنامج رامي يهديك هذه الدراجة الجميلة هذه إن شاء الله تستفادي بها بنتي. يا أخي هاي برافو، تصفيق عليها، تصفيق تصفيق. مبروك عليك بنتي، مبروك عليك. وانا مبقى لي الا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت. سلام يا اطفال، نحبوكم. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد.